أفراد المجتمع وأصحاب المشاريع في تبوك يتحدثون عن آرائهم وأفكارهم حول مبادرة نيوم والمشاريع الضخمة في المنطقة وأيضا تأثيرها على المجتمع والنمو الاقتصادي. هكذا جاءت تعليقاتهم، نتابع. اسمي يوسف العبد الله، سوبر فايزر بكفي ذبالم، من مواليد منطقة تبوك. صراحة بعد مشروع نيوم زاد الإقبال من السائحين والزوار من خارج المملكة ومن داخلها، بالتالي هذا زاد من الفرص الوظيفية. صراحة تبوك بنيوم تغير جذري، منها فرص العمل للشبان والشابات. تتخرج من الجامعة تلقى وظيفة على طول إن شاء الله. نيوم نقلت المنطقة نقلة نوعية. أنا ناصر المنصور، مستشار شركة مجموعة القوافل القابضة. الأثر الإيجابي اللي تم على مجموعة القوافل ومن ضمنها مطعم ريحاني، جروث عالي جداً على حوالي 50-60%. استقطبنا كفاءات لأجل مواكبة اللي حاصل الآن. اسم سالم عواد العطوي، منظم رحلات سياحية من منطقة تبوك، مؤسسة رحلات تبوك. نيوم متعاونة معنا بشكل كبير جداً. لما دخلت مجال السياحة دخلتها كمرشد فقط، بعدين انجبرت أني أفتح مؤسسة، بعدين انجبرت بعد فترة أني أزود عدد الموظفين. أنا زدت 99% مع نيوم. فتحت المجال للشخص يقدر يحلم، يقدر يبني.